موضوع الميول يمكن يتحدث كثيرين يقولون ناصر الأحمد ميوله هلالية، خصوصا التغزل الكبير دائما لانه مشكله بالهلال. قويه. بس أكمل سؤال، تفضل لكن احسن. ويمكن الميول مو عيب أو خطأ، بس يؤخذ على ناصر أحمد دائما أنه يتغزل أكثر بالهلال من الأندية الأخرى. بالهلال الفائز او العكس. هناك نقطة، أنا كنت أتفرج قبل أمس، أنا أحب أي رياضة مستواها عالي، أتفرج على محمد علي كلاي وجورج فورمان. جورج فورمان نعم، الجولة الحلقة الثامنة محمد علي كلاي بوكس قوي وطاح ضربة قاضية وانتهى جورج فورمان. أعجبتني عبارة المذيع، قال محمد علي كلاي رايح الملابس مع كل العالم، جورج فورمان رايح مع واحد ساندة وينتبه له بس لا يطيح. في المعلق يقول لا يذهب مع الخاسر أحد، الهلال يفوز وبالتالي الإعلام والناس كلهم معه. يعني هذه اذكر عباره ايضا قديمه عام 74 عندما كانت البث التلفزيوني، المعلق كان مترجم عبارته بالعربيه، فازت المانيا على هولندا يقول للفائز كل شيء اما الخاسر فلا شيء. فانت لا تاتي تقول، يعني يقول خالد الفيصل ما احب انا المركز التالي، الاول اموت واحيابه، في الاول الكل يتجه اليه، الثاني لا احد يبحث عنه. فانا صحيح يعني يزعل بعض الاخوان، سواء الشباب فاز على الهلال ومشكورين الحقيقه اداره نادي الشباب، عرضوا المباراه في النادي بحضور الامير خالد بن سلطان بصوت ناصر الاحمد، لانه انا شخص اشعر شخصيا اني اديت عملي، عمل اخذ عليه مقابل لازم اؤديه. اي نعم عاطفتي شيء، ميولي شيء، ميولك هلاليه. مشكله هذه، لكن كما قال احدهم ولا اود ان اذكر اسمه حتى لا يزعل علينا، لا استطيع استئصال العشق الهلالي ولا ايقاف الدم الازرق، اكتفي بهذه هذه نقطه. لا يعني قبل لا نكتفي، انا ما اكتفي هلال يعني. يعني لان راوغت كثيرا في هذا الموضوع، ولكنني استطيع الان ان اقول لك باني هلالي. يعني لا املك امام هذا التقدير منكم الا ان اقول كما ترغبون. يعني وانا فعلا قابلت الامير محمد عبد الفيصل رحمه الله، وحتى لا يقال بان تستشهد على الموتى في وجود الاستاذ محمد العليان ووجود الاستاذ حسين الشمري في ملعب ابها في دوره الصداقه. قال انت يا احمد، طبعا قال بعض العبارات اللطيفه بلغه اهل الحجاز، انت هلالي. قلت ليش طال عمري؟ قال اجل طلال المشعل يجيب جول في اخر الدقيقه، اول الدقيقه تروح تقول لي جول جول، جاب سامي جول، قلت جول، قلت يا طويل العمر طلال جاب جول اول دقيقه، ثم جاب هذوليك جولين، شدت المباراه وتطاق اللعيبه اللي شوي، جاب سامي جول في الدقيقه 90، ما لها علاقه باللاعب. قال لا هلالي. قلت اجل طويل العمر اسمعني جلك في الجنه. قال تفضل. قلت انت طال عمرك اللي تقول الهلال هو الزعيم شئنا ما بينه، هذا قبل يجيب يشيل هو بطولات للهلال. انت قلت الهلال هو الزعيم شئنا ام ابينا. قلت له طول عمرك قايل، هو في عنوانه في جريده الجزيره. والشمر يعني حتى الاستاذ احمد الشمراني الكاتب ذكر الهلال اول من اكثر من ذكر الهلال ثابت والبقيه متحركون. فانا لا ادافع عن الهلال لانه لا يحتاج دفاعي، فريق بطل دون اي اشكاليات ودون اي اندفاعات للاخرين. ما كان فيه ميول وانت تعلق، يعني هذا السؤال يطرح، انه يطغى الميول احيانا، ميولك الهلاليه على وصف بعض مباريات الهلال؟ لا، يعتقد الاخرون بصراحه يعني. لا والله لا، في شعور داخلي يعني، شوف طبيعي داخلي يعني. في داخلي انا كمعلق كانك تريد ان اتواصل بان اقول اني هلالي كداخلي، اي نعم ودي الفريق يفوز، لكن والله ولا يحتاج ان احلف يعني استغفر الله، انه اتي انا لاؤدي عملي، لاحترم عملي، لاحترم نفسي في العمل، ليس ليرضي فلان او فلان او علان، لاني مؤمن تماما ان الرزق من رب العالمين. ما اثر هذا عليك مع جمهور الانديه الاخرى، جمهور النصر؟ اليوم لما احيانا يعني يذكر اسم ناصر احمد على طول يقولون انه ناصر احمد يعني هلالي، واستخدم نعم هلاليته. لا 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 لا، لا لا لا، الفرق الكبيره غالبا تفرض نفسها يعني على وسائل الاعلام، على الجمهور، على المتلقين. انا يعجبني حقيقه، انا لا امارس جلد الذات للشخص العربي او للمتابع العربي، لكن انا مثلا اشوف لما فاز برشلونه، شفنا عفوا ليفربول بالدوري، كثير من الانديه يتحدثون عن انها كارثه بالنسبه لهم، بالنسبه لهم، لكنك لا تجد مدرب يقول والله الحكام كانوا معهم، انهم دعموهم، انهم سووهم، الكل يقول لك والله فريق فاز ويستحق، شعار الحياه من حصل شيء يستاهله. تحصل لك يا ابو سعد يعني احيانا تعرف الجمهور الرياضي عاطفي ايضا، نعم، فيتعلق ببعض العبارات، يتعلق ببعض الاشادات، ببعض الاشعار اللي تذكرها، نعم، خصوصا فيما يتعلق بالهلال،
فتحصل لك مواقف مع جمهور معين مثل زي النصر او الامير عبد الرحمن مسعود الانديه؟ والله رحمه الله الامير عبد الرحمن مسعود كما ذكرت لك يعني ما شفنا منه الا كل شيء لطيف. الجمهور نعم هناك جمهور راقي يتعامل برقي يقتنع زي ما تقول مثلا جالسين مجموعه يقول لك والله انا اكره هذا الفريق لا يهمك فريق تعبان بينما يتكلم على الجمهور والله فريقهم قوي يا رجال خل اكل هاتي. فهذه العبارات يعني يجيك جمهور مقتنع فعلا انه والله هذا الفريق حقق انجازه ويستحقه يعني. جميل.